السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله في الفيديو ده هنراجع شيت 5 في البروجرامنج. فخلونا نبدا دلوقتي باول سؤال. اول سؤال كان احنا بنعمل لوب عادي لو على ستارز او على هاش او على ارقام عاديه. فالجزء الاول والثاني والرابع نفس الفكره تقريبا، والسؤال متقسم لاجزاء. فاحنا هناخد الجزء الثالث لان هو كانت فكرته مختلفه شويه. فخلينا دلوقتي نروح على اكليبس علشان نشوف هنعمل فيه ايه. المفروض اللي هيظهر عندنا في الكونسول بتاعتنا ده الاوتبوت بتاعنا، المفروض ان احنا هنعمل 5 صفوف من 1 لحد 5، وكل رقم هيتكرر في الصف بتاعه بمقدار قيمته. المفروض ان الارقام دي هتبقى من ناحية اليمين، يعني احنا هنعمل سبيس لحد ما هنوصل للرقم ده، تمام؟ فهنعمل دلوقتي لوب اللي هو اي، الاي بتساوي 1، وهنفضل نكرر لحد ما الاي تعدي 5. هنوقف علشان يعمل لنا 5 صفوف، تمام؟ وهيكون في 2 فاريبلز جوه او 2 لوبس جوه. اول لوب هيكون علشان السبيس علشان يعمل لي المسافه دي لحد ما يوصل للرقم، عشان يكرر المسافه لحد ما يوصل للرقم. وتاني لوب هيكون علشان يكرر الرقم نفسه بمقدار الصف بتاعه او بمقدار قيمته، تمام؟ فخلونا نبدا دلوقتي. الاي بتساوي 1 والاي لسه اقل من 5، فهينفذ اللي جوه اللوب اللي هو ايه. اول حاجه بالنسبه للسبيس، الكي بتساوي 4، ده الفاريبل بتاعها. الكي بتساوي 4 وهيفضل ينفذ لحد ما الكي تبقى اقل من الاي. ليه الكي بتساوي 4؟ لان احنا عندنا هنا 5 ارقام، هنا السبيس بمقدار 1 والسبيس هنا بمقدار رقمين او بازاحه رقمين او بمحاذاه رقمين. هنا بمحاذاه 3 ارقام، هنا بمحاذاه 4 ارقام، تمام؟ ف هنبدأ بالكي باربعة علشان نعمل الاربع مسافات دي لحد ما نوصل للواحد. فالكي بتساوي 4 والكي طبعا اكبر من او تساوي الاي، لان الاي هنا بواحد، وطول ما وهيفضل ان هو ينقص الكي لحد ما نبقى اقل من الاي، تمام؟ طول ما الكي اكبر من او تساوي الاي هيطبع لي مسافة. فاحنا هنعمل جوه اللوب بتاع الكي سيستم دوت اوت دوت برنت، وهنعمل دبل كوتس او دبل كوتيشن ماركس، وهنعمل فيها مساحة فاضية، او هنسيب هنا اهو هنسيب مسافة. فهو هيقوم طابع لي مسافة، بعد كده هيقوم مقلل الكي هتبقى بتلاتة، فهيشوفها اقل من الاكبر من او تساوي الواحد اللي هي الاي، فهيلاقي اه، فهيقوم طابع لي مسافة كمان جنبها. لو تاخدوا بالكم احنا كاتبين سنة اوت دوت برنت علشان على السطر الواحد، هو يشتغل على سطر واحد ما ينزلش، تمام؟ بعد كده هنقلل الكي تاني هتبقى 2، هيلاقيها اكبر من الاي فهيطبع مسافة. هيقللها تاني هتبقى 1، هيلاقيها بتساوي الاي، احنا عاملين الكونديشن بتاعنا اكبر من او تساوي الاي، فهيقوم طابع مسافة تانية. وبعد كده هينقصها هتبقى بصفر، فهيلاقي الكونديشن اتكسر، فهيدخل على الفاريبل او اللوب اللي بعده اللي هو الجي علشان يكرر لي الارقام. الجي بواحد والجي اقل من او تساوي الاي اللي هي 1، فهيلاقي الكونديشن ما اتكسرش، فهيقوم طابع لي الاي اللي هي هنا بواحد. فده كده اول صف خلاص خلصنا منه. بعد كده هيقوم طالع من اللوب بتاع الاي، وهيقوم طابع لي سيستم دوت اوت دوت برنت لاين علشان ننزل على السطر اللي بعده، او طالع يعني من اللوب بتاع الجي، تمام؟ فهيقوم طابع لي السيستم دوت اوت دوت برنت لاين. احنا كده عملنا اول لوب بتاع الكي، تاني لوب بتاع الجي، وبعد كده تالت حاجه او تالت جمله عندنا ان هو يطبع لنا سطر جديد علشان ننزل على السطر اللي بعده، تمام؟ بعد كده هنقوم مزودين الاي بنفس الفكره، هتبقى 2، وهنعدي بيها بنفس الخطوات. ففي كل مره هيفضل يطبع لي مسافه لحد ما يوصل للرقم، مسافه لحد ما يوصل للرقم، مسافه لحد ما يوصل للرقم. وفي الناحيه الثانيه بعد ما المسافات بتخلص، احنا محددين عدد المسافات اللي احنا عايزينه، بتقوم الجي بقى داخله مقرره لي الرقم بمقدار قيمته، تمام؟ فده كده اول السؤال التاني بقى عندنا، المفروض ان احنا هنعمل برنامج. البرنامج ده هيختار random number او رقم عشوائي ما بين 0 و9، وهيدي اليوزر 3 محاولات ان هو يخمن الرقم ده، تمام؟ المفروض لو اليوزر عرفه خلاص بنخرج وبنقول له تمام congratulations، الرقم اللي انت اخترته هو ده random number بتاعنا، تمام؟ لو بقى اليوزر دخل لي رقم غلط، بنحاول ان احنا نساعده وبنديله 3 محاولات. يعني مثلا لو دخل لي رقم اكبر من الراندوم نمبر اللي البرنامج مختاره، فبنقول له لا حاول تدخل رقم اصغر شويه. لو دخل لي رقم صغير، بقول له لا حاول تدخل رقم اكبر شويه بحيث ان توصل للراندوم نمبر اللي احنا مختارينه. وفي الحالتين يعني بيكون لي 3 محاولات بس، وبعد كده بنقول له الراندوم نمبر او الرقم اللي البرنامج كان مختاره هو كان كذا. فدلوقتي خلونا نروح على اكليبس عشان نشوف بنعمل ايه. البرنامج ده بيبقى عبارة عن 3 خطوات او 3 بنعمله على 3 مراحل، او هو عبارة عن 3 نقط. اول حاجة احنا بنعمل random number او بنعمل variable نخزن فيه random number للكمبيوتر او للبرنامج هيختاره. احنا بنعمل variable احنا هنسميه random او هنسميه اي حاجة، تمام؟ هنخزن فيه، هنعمل فيه function math.random، دي بترجع لي قيمة عشوائية ما بين الرقم اللي بحطه قبل زائد قبلها اللي هو الصفر، والرقم اللي مضروب فيها اللي هو 9.
يبقى هي هترجع لي رقم عشوائي ما بين 0 و9، وما بين قوسين كده بنعمل انت، لان راندوم مش بتاخد لان راندوم بترجع لي دبل فاليوز، يعني هي هترجع لي قيمه دبل، واحنا مش عايزين دبل، احنا المفروض ان احنا بنتعامل بانتجرز نمبر، يدخل لي 4 او الرقم 7 وهكذا، لكن مش عايزين دبل ومش عايزين علامات عشريه في الارقام بتاعتنا. فعلشان كده هنعمل ما بين قوسين انتجر او انت علشان الرقم يبقى دبل، تمام، هيبقى انتجر. تمام، دلوقتي بقى هنعمل لوب. اللوب ده هيبقى عبارة عن 3 مرات، زي ما قلنا كده اليوزر ليه 3 محاولات بس يخمن فيهم الرقم. بعد كده هنسأل اليوزر، نقول له او هنطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا رقم، تمام، هنطبع له في كل مرة نقول له I'm thinking about a number between 0 and 9, can you guess it. المفروض ان i هنا 3، احنا بادئين ب3 ومفروض ان احنا بنقص الثلاثة دي لحد ما نوصل للواحد علشان نبقى احنا كده عملنا 3 و2 و1، فكده يبقى احنا عملنا ادينا له 3 محاولات، تمام. ف 3 attempts left، انت كده 3 محاولات، معاك 3 محاولات لسه. بس بعد كده بقى بنطلب منه ان هو يدخل الرقم بتاعه، والمفروض ان اخر خطوه ان احنا بقى بناخد الرقم اللي هو دخله ونقارنه بالراندوم نمبر اللي عندنا. في حاله ان الجس اللي هو دخله، احنا طبعا خزناه فاريبل اسمه جس، في حاله ان الجس كان اصغر من راندوم فبنطبع له مسج نقول له سوري رونج نمبر، حاول ان انت تدخل لنا نمبر اكبر من الجس او اكبر من الرقم اللي انت دخلته اللي هو متخزن في فاريبل جس. لو الجس اكبر من راندوم بنقول له سوري رونج نمبر، حاول ان انت تدخل لنا رقم اكبر اصغر من الجس اللي انت دخلته. لو صح بنقول له congratulations ده كان الكوريكت نمبر، وبنعمل بريك. ليه بنعمل بريك؟ علشان لو الرقم طلع صح ما نكررش، ما نفضلش برضو نعمل لحد ما نخلص 3 محاولات. يعني لو احنا اخترنا الرقم صح من اول مره خلاص بيطلع من البرنامج ويقول لي الرقم الصح كان كذا congratulations، ما يفضلش برضو يديني محاولتين كمان، المفروض ان احنا خلاص اخترنا الرقم الصح، فعشان كده بنعمل بريك. فخلونا نشوف دلوقتي بنعمل ايه. اهو انا بفكر في رقم ما بين 0 و9، تقدري تخمنيه، معاكي 3 محاولات. علشان كده احنا بدأنا ب3، احنا كده علشان كده قلنا ان الاي ب3 والاي اكبر من او تساوي 1، يعني ما عملناش ان الاي ب1 وان الاي تفضل يكرر لحد ما الاي تبقى، يعني ما قلناش ان الاي اقل من او تساوي 3 علشان وزود الاي 1 علشان يفضل يكتب لي كل مره 3 محاولات، معاكي بعد كده محاولتين، معاكي بعد كده محاوله واحده، فاحنا عشان كده بنقلل الاي مش بنزودها، تمام. فاحنا هنختار رقم دلوقتي، نختار 6 مثلا. قال لي لا رقم غلط، حاولي ان انت تدخلي رقم اقل من 6، فندخل 5 غلط برضو، دخلي رقم اقل من 5 ندخل 3 مثلا غلط، الرقم الصح كان 4، نجرب مرة كمان، دخلي رقم بين 0 و9 ندخل 8 مثلا غلط، دخلي رقم اصغر من 8. ولو تاخدوا بالكم هي كانت 3 محاولات، هنا بقت محاولتين لان الاي في المرة اللي بعدها بقت ب2 نقصد ب1، تمام. فندخل مثلا، هو قال لي دخلي رقم اصغر فهندخل 5 غلط برضو، رقم اصغر من 5 فهندخل 2 مثلا غلط، الرقم الصح برضو كان 4، تمام. بس كده طبعا احنا عاملين هنا system.out.println the correct number is random، الرقم اللي كان متخزن في الراندوم، ففي كل الحالات هو هيطبع لي الرقم اللي كان متخزن في الراندوم بعد ما الثلاث محاولات يخلصوا، او بعد يعني ما خمن الرقم الصح حتى، المهم بعد ما اللوب يخلص، اول لما اللوب يخلص بيقول لي بقى الرقم الصح كان الرقم اللي متخزن في الراندوم، تمام. دي كده تاني مسألة. السؤال الثالث بقى هنسيبه دلوقتي لان السؤال السابع نفس فكرته تقريبا، خليه دلوقتي بقى، ولما نروح للسؤال السابع نبقى نشوف فكرته بس علشان وقتكم. فخلونا دلوقتي في السؤال الرابع، المفروض ان احنا نعمل برنامج، البرنامج ده هياخد من اليوزر string او word ومفروض ان هو يكتبها بالمنظر ده. فخلونا نشوف دلوقتي هنعمل كده ازاي. المفروض اول حاجة ان احنا نطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا الكلمة اللي هو عايزها، واحنا هنخزنها variable هنسمي word مثلا او هنسمي اي حاجة input.next، تمام كده احنا استقبلنا الكلمة اللي هو دخلها لي. بعد كده هنعمل لوب، اللوب ده هيكون عدد مراته هي عدد حروف الكلمه، تمام. فاي بتساوي 0، اي اقل من او تساوي word length دي المفروض متخزن فيها عدد حروف الكلمه لان احنا ما نعرفش عدد حروف الكلمه كام، لسه اليوزر ما دخلها لناش، تمام. على حسب بقى اليوزر هيدخل الكلمه من كام حرف، بس اول لما الاي تكون اكبر من عدد حروف الكلمه بنخرج من اللوب، وبقى كده خلاص احنا خلصنا البرنامج بتاعنا. طيب ايه اللي هيتنفذ جوه اللوب؟ ايه اللي هيعمله على عدد حروف الكلمه؟
اول حاجه هيعمل لي لوب تاني. اللوب ده هيكون عباره عن المسافه، لان احنا قلنا ان احنا هنعمل مسافه لحد ما نوصل لاول حرف، بعد كده مسافه بمعدل حرفين لحد ما نوصل لتاني حرف، وبعد كده مسافه بمقدار 3 حروف لحد ما نوصل لتالت حرف، وهكذا. فالمفروض ان هو بيزود المسافه في كل سطر. اول سطر مثلا الجي ايكوال 1 والجي اقل من او تساوي اي، الاي هنا بصفر، احنا بادئين العد بصفر مش بواحد، لان احنا عارفين ان الكلمه بتكون الاندكس بتاعها بيكون زيرو بيز. يعني احنا لما بيكون عندنا كلمه اول حرف فيها بيكون رقمها زيرو، تاني حرف بيكون رقمه واحد، تالت حرف بيكون رقمه اتنين، وهكذا. فعلشان نبدا من اول حرف، احنا لو بدانا الاي بتساوي واحد فهو هيطبع لي من اول تاني حرف مش من اول حرف، فعشان كده الاي بتساوي واحد. هنا الجي بتساوي واحد والجي اقل من او تساوي اي، يعني الاي بواحد فهي مش اقل منها، لان الاي بصفر فالجي مش اقل من والجي بواحد فالجي كده مش اقل من الاي، فهنا مش هيعمل حاجه، مش هيطبع المسافه دي. طبعا احنا نلاقي اول حرف لازق هنا في العمود ده، فما فيش مسافه بتطبع، هو المسافه بتبدا من تاني سطر وبعد كده تبدا توسع شويه وهكذا، فهنا مش هيعمل حاجه. هيدخل بعد كده على تالت حاجه، المفروض ان هو هيطبع لي where the chart at would the chart at zero، الاي طبعا هنا بزيرو، فهو هنا هيطبع where the chart at zero، فكده ده اول حرف في الكلمه، تمام. بعد كده هنقوم مزودين الاي، هتبقى باتنين، هتبقى بواحد، الاي بزيرو فهتبقى بواحد بعد كده. فهنشوف بعد كده هندخل في اللوب تاني، الاي كده لسه اقل من الورد لينث مثلا، نفرض ان الكلمه عدد حروفها كتير مثلا 7 أو 8، تمام. فهيشوف، هيدخل في الجي يشوف الجي بواحد، الجي اقل من او تساوي اي اللي هي بقت بواحد دلوقتي، هيلاقيها اه، فهيقوم طابع لي مسافه مره واحده، وبعد كده هيقوم نزل تحت طابع word the chart at i اللي هي بواحد المرة دي، فهيطبع تاني حرف، وهكذا. بعد كده ال i هتبقى باتنين، فهينزل تحت يقارنها، هيلاقي ان ال j بتساوي واحد وال j اقل من ال i اللي هي باتنين، فهيطبع المسافة دي مرتين، وبعد كده هيقوم طابع لي تالت حرف، وهكذا. هنشوف دلوقتي هندخل له كلمة، ندخل له كلمة كبيرة مثلا، نقول اسكندرية مثلا، تمام. هو انا عندي مشكله في الفانكشن بتاعه string، فهو بيطلع لي كده، فمش مهم. المهم اهو زي ما انتم شايفين، اول حاجه طلع لي ال a، بعد كده طلع لي ال i، اهو ساب لي مسافه بمقدار حرف واحد زي ما احنا شايفين، بعد كده ساب لي مسافه بمقدار حرفين وطبع لي تالت حرف، بعد كده المفروض ان دي مسافه باربع حروف، المفروض مكان الاكس هنا بس انا ما اعرفش اطلع ده ليه، فما علينا. بعد كده ال a، بعد كده ال n، وهكذا لحد ما اخلص في الاخر، لحد ما اوصل لاخر حرف في الكلمه، تمام. فده كده السؤال الرابع. السؤال الخامس بقى، المفروض ان احنا هنعمل برنامج يطلب من اليوزر ان هو يدخل رقم ما بين 1 و9، وهو ياخد الرقم ده يضربه من اول 0 لحد 10، تمام. ولو هو دخل رقم اكبر من 9 او اقل من 1 بيقول له invalid input، تمام. فخلونا نشوف هنعمل كده ازاي. اول حاجه طبعا هنطلب من اليوزر ان هو يدخل رقم ما بين 1 و9، وبعد كده نستقبله، فهنقول له please input an integer between 1 and 9، وبعد كده هنقوم مستقبلينه بفاريبل هنسميه integer، تمام. بعد كده هنشوف لو الرقم ده، الاول لازم نتاكد، يعني احنا مش بنعمل اي حاجه طول ما الرقم مش متوفره في الشروط، اللي هي ايه، ان الرقم يكون اكبر من 0 ويكون اقل من 10، تمام. اكبر من 0 يعني حتى لو 0 مش هينفع، ولو 10 مش هينفع برضو، لازم يكون اكبر من 0 واصغر من 10، والشرطين يتحققوا مع بعض. لو ده حصل يبقى هندخل بقى في اللوب، طول ما الاي بتساوي 0 والاي اقل من او تساوي 10 هتنفذ اللي احنا هنقول لك عليه. الاي بتساوي 0 والاي بتساوي اقل من او تساوي 10، لان احنا هنضرب من اول 0 لحد 10، تمام. هنعمل variable هنسميه multiplication اهو فوق، تمام. الفاريبل ده هنخزن فيه الاي مضروبة في الانتجر، اللي هي كل مرة هتزيد، يعني هنا صفر اول حاجة في المالتبليكيشن هيبقى صفر في انتجر الرقم اللي احنا هندخله له، وبعد كده هيقوم طابع جملة اي مضروبة في انتجر بتساوي قيمة او القيمة اللي متخزنة في variable multiplication، تمام. يعني هنا اي مثلا، احنا الاي هنا اول حاجة بصفر مضروبة فيه، فهيطبع لي علامة فيه انتجر اللي احنا دخلناه بتساوي، هيطبع لي يساوي، وبعد كده هيدخل لي الفاليو اللي متخزنه في الفاريبل مالتيبليكيشن. وطبعا لو الشرط ما اتحققش، يعني من الاول خالص مش بندخل في كل ده، وساعتها بطبع له invalid input. يعني مثلا خلينا نشوف، انا كنت عامله 1 بس خلينا نشوف، مثلا ندخل رقم 2 مثلا،
اهو طبعا لي 0 في 2 1 في 2 2 في 2 3 في 2 لحد 10. لو جينا كده جربنا ندخل رقم تاني مش متوفرة في الشروط، يعني مثلا ندخل مثلا 15، قال لي invalid input. نجرب ندخل رقم اقل من الصفر مثلا او اقل من الواحد، يعني ندخل مثلا سالب 8 invalid input. تمام، فهو ده كده السؤال الخامس. السؤال السادس بقى، المفروض ان ده برنامج هيطلب من اليوزر يدخله الرقم وهو يطلع له العوامل بتاعت الرقم ده او الارقام اللي الرقم بيقبل اسمع دي. تمام، ف احنا هنطلب اول حاجة من اليوزر ان هو يدخل لنا رقم. تمام، وبعد كده هنستقبل الرقم ده variable احنا هنسميه نوم مثلا او اي حاجة، والمفروض ان احنا هنطبع كل factor وبينه ما بين الفاكتور التاني end. تمام، فاحنا هنستخدم الفينس بوست لوب. اول حاجة هنطبع واحد قبل ما ندخل في اللوب، لان الواحد عامل اساسي في كل الارقام، اي رقم بيقبل الاسم على واحد كده كده الواحد موجود. تمام، بعد كده هنبدأ الارقام من اتنين. طبعا احنا من اول اتنين وهنقف عند الرقم، يعني احنا مش هنعدي الرقم، اخرنا الرقم اللي هيدخل لنا ده اخر حاجة هنقسم عليها الرقم. تمام، فاي بتساوي اتنين، واي اقل من او تساوي نو، وهنزود الاي. ايه اللي جوه الاي بقى؟ لو الرقم، لو باقي اسمة الرقم على الـ على الـ على اي بيديني صفر، يبقى معنى كده ان الرقم ده بيقبل الاسم على الرقم على الاي، يبقى كده الاي من عوامل الرقم ده، فهيقوم طابع اند واي. تمام، بعد كده الرقم اللي بعده 3، فهيشوف الرقم اللي احنا مدخلينه باقي اسمته على 3 بصفر، يبقى يبقى الرقم ده بيبدا الاسم على 3، يبقى 3 من العوامل بتاعته، فلو كده هيقوم طابع اند واي اللي هي هنا ب 3 وهكذا. فخلينا مثلا نعمل رن، هو يطلب مننا ان احنا ندخل انتجر، ندخل اي رقم، ندخل مثلا 36 مثلا، اهو 1 و2 و3 و4 و6 و9 و12 و18 و36. بس كده، فدي فكرة السؤال السادس ببساطة جدا. السؤال السابع بقى اللي احنا كنا لسه بنتكلم على الفكرة بتاعته من شوية، السؤال ده هنعمل برنامج يطلب من اليوزر ان هو يدخل درجات طلاب عنده و بالعدد اللي هو عايزه، واول لما اليوزر يكتب سالب واحد بيخرج من اللوبينج وبيقول له اقل درجة كذا واكتر درجة كذا او على درجة يعني. تمام، فخلونا نشوف ازاي نعمل كده. طبعا اقل درجة عندنا او المينيمم بتاعنا صفر، والماكسيمم 100. البرنامج ده هنعمل فيه ثلاث حاجات. اول حاجة هنطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا الدرجات، فهنقول له هنطبع له جملة هنقول له دخل الدرجات. طبعا الدرجات بتكون ما بين صفر ومية، ولو انت عايز تخرج سالب واحد. تمام، وهنستقبل طبعا الدرجة اللي هو يدخلها variable هنسميه grade. خلاص، دي كده اول حاجة. تاني حاجة هنظبط المينيمم والماكسيمم. نقطة المينيمم والماكسيمم هنا هي اللي كانت في السؤال الثالث، ونفس الفكرة في كل المسائل. احنا هنعمل two variables، minimum اهو ده بصفر وماكسيمم بمية. احنا ممكن نحط اي قيم، اي قيم خالص عادي، هي الفكرة بس، هي احنا مش بنستخدم القيم دي في حاجة، هي ملهاش لازمة، هي الفكرة بس ان احنا في الاخر خالص بنطبع المينيمم والماكسيمم، وما ينفعش نطبع المينيمم والماكسيمم وهما مش متعرفين بارقام. تمام، فعشان كده احنا بنحط فيهم اي قيم، لكن الدرجات اللي احنا بندخلها وبنخزنها بعد كده في المينيمم والماكسيمم زي ما هنشوف دلوقتي هي دي اللي بتتحكم في القيم بتاعتهم، لكن الصفر والمية دول ملهمش اي لازمة، بس احنا بنحطهم علشان لما نيجي نطبع ما يبنش ايرور. تمام، طيب هنعمل ايه بقى؟ هنقول انت مينيمم بتساوي صفر وماكس 100. طول ما الجريد مش بصفر، مش بسالب واحد، طول ما الدرجة مش بسالب واحد، لان انا هقول له دخل لي الدرجة، اول لما يقول لي بسالب واحد بخرج من اللوب. طيب طول ما الدرجة مش بسالب واحد، يبقى المينيمم بتساوي الجريد والماكسيمم بتساوي الجريد. طبعا احنا عارفين ان المينيمم والماكسيمم دي عبارة عن درجات، ما هي الدرجات اللي دخلت لي. طيب الفكرة بقى في المينيمم والماكسيمم، مثلا احنا نفرض ان هو اول مرة قلنا اليوزر دخل لنا درجة ودخل 50 مثلا، فكده الجريد 50. طب احنا قلنا الجريد كده هيجي يشوفها هيلاقيها مش بسالب واحد، يبقى المينيمم بجريد والجريد بخمسين، يبقى المينيمم هيتخزن فيها 50، والماكسيمم نفس الفكره برضو بجريد، يبقى الماكسيمم هيتخزن فيها 50. احنا هنشرح على المينيمم ونفس الكلام بالنسبه للماكسيمم، بس طبعا القيمه الاكبر بقى مش القيمه الاصغر. تمام، طيب كده يبقى المينيمم يتخزن فيها 50 والماكسيمم يتخزن فيها 50. تمام، طيب هندخل بقى في اللوبين بتاعنا. اللوبين بيقول ايه؟ احنا هنعمل الحاجات دي طول ما الجريد مش بسالب واحد.
المفروض ان في اللوب تاني مرة بنقول له بنفتح له مكان او خانة يعني نستقبل فيها الدرجة اللي بعد كده، تمام؟ فاحنا مش بنسأله تاني، مش بنقول له تاني دخل الدرجة، احنا بس بنفتح له مكان فاضي نكتب فيه. طيب لو الجريد بسالب واحد هتعمل بريك وتخرج من اللوبك. طب ايه لازمة البريك؟ لازمة البريك ان هو احنا قايلين له فوق ان الدرجه مش بسالب واحد، يعني احنا اول لما نعمل الدرجه بسالب واحد هيخرجني من اللوب. ليه بنعمل بريك؟ احنا بنعمل بريك علشان ما يحسبش السالب واحد معانا، يعني يخرج ويتعامل مع السالب واحد على انه ما دخلش. احنا لو ما عملناش بريك ودخلنا له الدرجات هيحسب السالب واحد معانا في الدرجات وهيقول لي اقل درجه سالب واحد، فاحنا عايزينه ما يشوفش السالب واحد ده، يخرج من غير ما يحسبه، عشان كده بنعمل بريك. طيب إلس بقى ده اللي يهمنا دلوقتي. لو الدرجة الجاية، لو الدرجة التانية، ما احنا هنا فتحنا مكان تاني عشان يدخل في الدرجة اللي بعد كده. لو تفتكروا اول درجة كانت 50، لو الدرجة التانية كانت اقل من المينيمم، نفرض ان احنا بقى في الخانة التانية كانتنا 60 مثلا، تمام؟ طيب هيشوف بقى الجريد الجديدة كده ب60، هيشوف الجريد دي اقل من المينيمم ولا لا. المينيمم متخزن فيها 50 من المرة اللي فوق، والجريد الجديدة فيها 60. طيب الستين دي اصغر من الخمسين؟ لا. يبقى كده المينيمم بتساوي جريد؟ لا. يبقى كده المينيمم هيفضل متخزن فيها 50، تمام؟ هيجي بعد كده يقوم طبعا بالنسبه بقى للماكس، الجريد متخزن في الجريد المفروض ب60 والماكس متخزن فيها 50 من المره اللي فوق. طيب يبقى كده 60 اكبر من 50؟ اه. يبقى كده الماكس الجديده هيتخزن فيها الجريد الجديده اللي هي 60. يبقى كده الماكس دي ال60 هتشيل ال50 وتيجي مكانها. يبقى كده المينيمم لسه 50 زي ما هي والماكس بقت 60. تمام، خلينا فاكرين القيم عشان هندخل قيمة تانية ناخد عليها مثال. تمام، بعد كده جيت قلت له دخل لي قيمة تانية، فتحت له مكان عشان يكتب فيه درجة تانية، دخل لي مثلا 30، تمام؟ فهيجي يشوف الدرجة بسالب واحد؟ لا مش بسالب واحد، فهينزل على إلس على طول. الجريد أقل من المينيمم، الجريد ب30 قلنا دي الدرجة الجديدة بتاعتنا، والمينيمم متخزن فيها 50 من المرة اللي فاتت، تمام؟ 30 أقل من 50؟ اه. يبقى المينيمم الجديدة هيبقى فيها 30. يبقى كده ال30 دي هتيجي هنا تشيل ال50 وتيجي مكانها، يبقى كده المينيمم هيتخزن فيها 30. نفس الكلام بالنسبه للماكس برضو، جريد جريد ب30 اكبر من ماكس، ماكس متخزن فيها 60 من المره اللي فاتت. لا مش اكبر، يبقى الماكس هيبقى فيها يبقى الماكس هيفضل فيها زي ما هي يعني. فالمفروض ان احنا بقى لو جريد اكبر من ماكس يبقى ماكس بتساوي جريد، جريد طلعت مش اكبر من ماكس يبقى ماكس هيفضل فيها القيمه بتاعتها بتاعت المره اللي فاتت اللي هي 60. ونفس الفكره هنفضل نكرر لحد ما في الاخر نقول له سالب واحد، فهيشوف بقى المينيمم القيمه النهائيه اللي فضلت فيها كام والماكسيمم القيمه النهائيه اللي فضلت فيها كام، وهيطبع لي المينيمم والماكسيمم. يعني مثلا احنا لو جينا هنا عملنا بلاي، تمام، ندخل الدرجات مثلا ندخل 50، تمام، هو فتح لي اهو خانة تاني من غير ما يسألني، هو فتح لي خانة. ندخل 60، 85، 90، 25 مثلا، اي حاجة، 40، ونقوم مدخلين دلوقتي بقى سالب واحد اهو. قال لي المينيمم اقل درجة 25 واكبر درجة ب90. لو احنا مش عاملين البريك اللي هو هنا، اول لما ندخل سالب واحد هيخرج من اللوب، بس هيقول لي الماكسيمم، هيقول لي الماكسيمم ب90 والمينيمم سالب واحد، هيحسبه في الارقام اللي دخلت. كان هنا هو بيخرج وبيعمل نفسه مش شايف السالب واحد اللي دخل، تمام؟ فهي دي الفكرة بتاعت المينيمم والماكسيمم، وهي هي كل المسائل تقريبا، تمام. ده كده السؤال السابع، ونفس فكرة السؤال الثالث برضه. السؤال الثامن المفروض ان احنا بنعمل برنامج يطلب من اليوزر ان هو يدخل له رقم وهو هيفتح له خانات بنفس عدد الرقم ده، والمفروض ان احنا بعد كده هندخل له ارقام في الخانات دي، وبعد كده هيقول لليوزر انت دخلت لي كام رقم موجب وكام رقم سالب وكام صفر، تمام؟ طبعا عدد الخانات بيكون هو اللي محدده في الاول، انا بساله عليه وهو بيحدده لي وانا بفتح له عدد خانات بنفس الرقم. فخلونا نشوف هنعمل كده ازاي. طبعا اول حاجه هنطلب زي ما قلنا من اليوزر ان هو يدخل لنا عدد الارقام اللي هو عايزني افتح له عدد خانات على قدها، تمام؟ وبعد كده هستقبل العدد ده في فاريبل هسميه ان، وهقول له طول ما الاي اقل من الان، اقل من او تساوي الان، نفذ لي اللي جوه الاي، يعني هتفضل تفتح له
خانة تانية عشان يدخل فيها رقم، وخانة تانية وخانة تالتة وهكذا، وتاخد كل رقم تشوفه سالب ولا موجب ولا بيساوي صفر. طبعا لازم هننشلايز الاي، فهنقول الاي بتساوي واحد وايل اي اقل من او تساوي ان، وهنشوف بقى هنعمل ايه جوه. طبعا هنطبع له انتر نمبر تاني مرة، نقول له دي اول مرة نقول له انتر نمبر تمام. وبعد كده هنستقبل النمبر ده فاريبل هنسميه نم، وبعد كده هناخد النم نعدي بيه بقى على الحاجات دي. طبعا احنا هنعمل تلاتة فاريبلز او تلات خزانات فوق. الخزان ده هنعد فيه او هنخزن فيه ال positive numbers، وده هنخزن فيه ال negative numbers، وده هنخزن فيه الزيروز، ودي تلاتة counters تقريبا نفس فكرة الكاونتر تمام. بس هناخد دلوقتي رقم نشوف، احنا دخلنا مثلا خمسة، فهشوف الخمسة دي بتساوي صفر، لا مش بتساوي صفر، دخلنا اي رقم بلاش خمسة، دخلنا اي رقم، فيشوف لو الرقم ده بيساوي صفر فهيزود الخزان بتاع الصفر بواحد، فيشوف لو الرقم ده اقل من صفر فهيخزن الخزان بتاع الارقام السالبة اللي هو ان، فالان هتزيد واحد. لو الرقم اكبر من الصفر فهيخزن او هيحط واحد في الخزان بتاع ال positive numbers او في ال p. بس في الاخر خالص بقى بعد ما نكون خلاص خلصنا من اللوب وعمل كده على عدد المرات، احنا مثلا قلنا هندخل له ال n باربعة مثلا، فهو خلاص سألني اربع مرات على الرقم اللي انا عايز ادخله، دخلت له اربع ارقام وقرنهم وكل حاجة تمام، وحط الزيروز في اماكنهم والنيجاتيف نمبرز في اماكنهم والبوزيتيف نمبر في اماكنهم. بعد كده هنقوم طبعينهم بقى، فهنقول له عدد الارقام الموجبة اللي انت دخلتها بتساوي زائد بي. طبعا بي المفروض ان احنا حطينا فيها خزننا، كل ما كان يبقى عندنا رقم اكبر من الصفر يعني موجب كنا بنخزنه فيه نقول واحد، رقم تاني بنقول اتنين وهكذا. فهنا المفروض ان متخزن هنا عدد الارقام الموجبة اللي دخلت، وهنا عدد الارقام السالبة اللي دخلت، وهنا عدد الزيروز. فمثلا خلونا نعمل run، قال لي دخلي عدد الارقام اللي انت عايزة نفتح لك خانات على قده، هنقول مثلا ستة مثلا، دخلي رقم واحد، خلي رقم تاني تمانية، رقم كمان سالب تلاتة مثلا، زيرو زيرو، ايه تاني سالب حداشر تمام. قال لي اهو عدد الارقام الموجبة اللي انت دخلتيها اتنين، هنشوف كده واحد وتمانية. طيب عدد الارقام السالبة اللي احنا دخلناها اتنين، هنشوف سالب حداشر وسالب تلاتة، وعدد الزيروز اتنين، صفر وصفر اهو تمام. فبس كده هي دي فكرة السؤال التاني. السؤال رقم تسعة بقى، السؤال رقم تسعة عبارة عن جزئين. احنا المفروض ان احنا هنعمل برنامج، البرنامج ده هياخد رقم والرقم ده هيطلعه لي بالمنظر ده، يعني مثلا الرقم زي ما احنا شايفين كده 2 9 1 0 7، فاحنا هنقول 2 زائد 9 زائد 1 زائد 0 زائد 7. الجزء التاني المفروض ان هو بقى بيجمع الارقام دي وبيكتبها لي. احنا هناخد الجزء الاولاني بس، لان الجزء التاني هناخده كمان شويه في مساله ارمسترونج، فعلشان بس وقتكم هناخد الجزء الاول بس. فخلونا نشوف بقى هنعمل ايه. الفكره كلها في ان احنا نخلي الرقم ده سترينج، فهو لما يبقى سترينج هنقدر ان احنا ناخد رقم 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 رقم. فهنشوف هنعمل كده ازاي دلوقتي. اول حاجه طبعا هنطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا الرقم اللي هو عايزه، وبعد كده هنستقبله فاريبل هنسميه نم. ازاي بقى نحوله سترينج؟ هنعمل فاريبل هنسميه ان مثلا، وهنخليه نوع سترينج طبعا، وهنقول ان الفاريبل ده عباره عن النم اللي هو الرقم ده اللي احنا دخلناه، زائد وهنفتح دبل كوتيشن ماركس وهنسيب ما بينهم مسافه وخلاص. يبقى احنا كده الفكره ان احنا حولنا الرقم ده لسترينج. المسافة دي احنا سبناها علشان نكون دخلنا حاجة تانية مع النم، لان احنا لو كتبنا النم لوحدها بس هتدينا ايرور، علشان ما ينفعش رقم يكون عبارة عن سترينج. فاحنا بس زيادة ان احنا هنحط معاها المسافة دي عشان نعرفه ان هو هو، بس يعني في اختلاف بسيط، فهو بياخد كده الرقم زي ما هو بيتعامل معاه لان هو سترينج. طيب بعد كده المفروض ان احنا هنطبع له جملة the digits are، وهنطبع له الارقام ما بينها زائد تمام. فاحنا قبل ما ندخل في اللوب هنكتب له the digits are، وبعد كده هندخل في اللوب دلوقتي. طبعا احنا هنعمل استنت اوت دو برنت علشان تبقى على نفس السطر خلاص. بعد كده احنا المفروض ان احنا هنعمل فينس بوست لوب، طبعا احنا عايزين نبقى
الرقم ورا زائد رقم ورا زائد رقم ورا زائد، فاحنا هنطبع اول حاجه الاول وبعد كده بقى نعمل الزائد وبعد كده الرقم اللي بعده. فقبل ما ندخل في اللوب هنطبع الشار ات زيرو او اول رقم في ال او اول رقم في العدد الكبير اللي احنا دخلناه، تمام؟ قبل ما ندخل في اللوب فهنقول له اطبع ان الشار ات زيرو، طبعا برضه سنت اوت برنت علشان هي على نفس السطر. بعد كده بقى هندخل في اللوب، هنبدا من اول الاي بتساوي واحد لان احنا خلاص خدنا الزيرو بتاعي، وبعد كده الاي اقل من او تساوي ان دوت لينث واي بلس بلس. ايه اللي هينفذه جوه اللوب؟ هيطبع لي زائد ان دوت شار ات اي، يعني هنا ان دوت شار ات اي يعني كده هيطبع لي الرقم التاني، وبعد كده اي هتبقى التلاتة فهيطبع الرقم التالت وهكذا، وما بينهم طبعا زائد. فخلونا مثلا نجرب، هندخله رقم عادي. طبعا انتوا عارفين ان في مشاكل في الفانكشن بتاعت سترينج عندي، فلو طلع حاجة غريبة مش مهم، اهو حاجة غريبة 5 زائد 6، هنعدي كل ده عادي كأننا مش شايفينه، زائد 8 زائد 9 زائد 4 زائد 7، تمام؟ والزائد الزيادة دي برضو معرفش كانت منين، تمام؟ فبس كده هي دي فكرة اول جزء. السؤال رقم 10 بقى، المفروض ان احنا هنعمل برنامج بيحسب المساحة لدايرة او لمستطيل او مربع. المفروض ان اليوزر هيختار من المنيو اللي عندنا 1 او 2 او 3، وعلى حسب اختياره هنطلب منه الحاجات اللي احنا محتاجينها علشان نحسب له المساحة بتاعت الشكل اللي هو اختاره، تمام؟ طبعا لو هو دخل لي سالب 3 المفروض ان احنا بنخرج من اللوب وبنقول له ثانك يو خلاص، بنبطل نسأله وبنبطل نطلعه بالمنيو اللي بيختار منها، غير كده بنفضل نطلعه بالمنيو كل شوية لحد ما هو يدخل سالب 3. هنستخدم دوال لوب علشان نعمل كده، هنشوف ازاي بنعملها. طبعا اول حاجة بس هنعمل ان choice، ده variable هنختار فيه الاختيار بتاع اليوزر، تمام؟ طبعا هنبدأ ان احنا نعمل do while loop، جوه الdo while جوه اللوب هنقول له دخل الاختيار بتاعك او اختار يعني رقم من المنيو. اول حاجة area of circle area of square area of rectangle. طيب هنفتح له variable او خانة يخزن فيها الchoice بتاعه. احنا عندنا كذا حاجة او كذا اختيار مفتوح قدام. اول حاجة ان الشويز يطلع بواحد، في حالة ان الشويز يطلع بواحد يعني مساحة الدايرة، تمام؟ طبعا احنا اليوزر بس مبدئيا كده بنطلب منه بس ان هو يدخل الاختيار بتاعه، يعني احنا مش بنطلب منه حاجة دلوقتي، تمام؟ احنا بعد كده بنقول على حسب الاختيار بتاعه بقى، هو دلوقتي اختار واحد، يعني واحد ده الدايرة، مساحة الدايرة. احنا محتاجين ايه عشان نحسب المساحة؟ محتاجين نص القطر، فهنقول له دخل الريديوس بتاع الدايرة اللي عندنا، تمام؟ بعد كده هنستقبل النص القطر ده بالفاريبل هنسميه ريديوس، تمام؟ بعد كده هنشوف بقى علشان ممكن اليوزر يدخل لنا رقم بالسالب مثلا، فهنقول له في حالة ان الريديوس كان اقل من صفر هنطبع له رسالة نقول له فيها انت المفروض تدخل رقم موجب، تمام؟ غير كده يعني الريديس مش بسالب واحد، مش بسالب، مش اقل من صفر، هنقول له طيب مساحة الدايرة بتساوي ريديس، ريديس 3/14 مما يقوم المساحة، هو كما في السؤال، تمام؟ فكده ده اول حاجة عندنا في حالة ان الشويس كان بواحد. طب في حالة ان الشويس كان باتنين، اتنين دي كانت مساحة المربع، فهنقول له طيب دخل ضلع المربع سايد، فهنستقبل بعد كده السايد في فاريبل هنسميه سايد، وبعد كده هنشوف علشان موضوع السوالب ده هنشوف لو سايد اقل من صفر يعني بسالب، فهنقوله انت المفروض تدخل رقم موجب. لو غير كده يعني السايد مش اقل من صفر مش موجب، مش قيمة سالبة، قيمة موجبة عادي، فهنقوم مطلعين له مساحة المربع، هنقول السايد مضروبة في السايد يعني الضلع في نفسه مساحة المربع، تمام؟ طيب في حال بقى ان الشويس كان بتلاتة، الشويس بتلاتة يعني مساحة المستطيل، فاحنا طبعا محتاجين منه الويث والهايت، فاحنا هنقول له دخل الويث وهنستقبله فريبل هنسميه ويث، بعد كده نقول له دخل الهايت وهنستقبله فريبل هنسميه هايت. طيب عشان نشوف بقى النقطة بتاعت السوالب، في حالة ان الويث كانت اقل من صفر او الهايت اقل من صفر، اي واحد فيهم كانت قيمته سالبة، فهنقول له انت المفروض تدخل قيمة موجبة. غير كده لو ما كانوش اقل من صفر فهنقوم نطبع له مساحة المستطيل اللي هي الويث في الهايت، تمام؟ طيب في
حالة بقى ان ال choice كان بيساوي سالب 3، هنطبع له مسج وهنقول له thank you، واحنا بره قايلين ان احنا بنعمل الكلام ده طول ما ال choice مش بسالب 3، فهو هيخرج من اللوب وهيطبع لي كمان مسج هيقول لي فيها thank you، شكرا انت كده خلاص خلصت الاختيارات بتاعتك معايا. طيب غير كده بقى، طبعا احنا هنا قلنا عن الاحتمالات بتاعتنا 1 2 3 سالب 3. طب غير كده حاجة من اللي اختار حاجة بره الحاجات دي كلها، فهنطبع له invalid choice، اختار من المنيو اللي عندك يا 1 2 3 يا سالب 3 علشان تطبع. فهنشوف دلوقتي بقى لما نعمل run مثلا. اهو دخل الاختيار بتاعك وسالب 3 علشان تخرج. احنا مثلا هنختار 2، دخل السايد 4 مثلا، the area of the square with side equal 16. تمام. تاني هيسألني تاني لحد ما دخل سالب 3، دخل 3 مثلا، دخل ال width نقول 5، دخل ال height 2، المساحة width in height 10، 5 × 2. تمام. ندخل مثلا المرة دي رقم تاني مش موجود في المينيو، مثلا ندخل 7، invalid choice choose from the menu. طبعا هو مش هيخرجني غير لما اقول سالب 3، فاحنا نقول سالب 3 thank you، وخرج خلاص من اللوبينج، ما طلعليش تاني المينيو عشان اختار منه. تمام. بس كده، فهي دي فكرة السؤال رقم 10. اخر سؤال بقى المفروض ان احنا هنعمل برنامج. البرنامج ده هيطلب من اليوزر ان هو يدخل رقم، وهو هيقول له الرقم ده ارمسترونج ولا مش ارمسترونج. يعني ايه رقم ارمسترونج؟ الرقم الارمسترونج هو الرقم اللي بيتكون من 3 اعداد، لما بنضرب كل رقم في نفسه 3 مرات وبعد كده نيجي نجمع حاصل ضرب كل رقم في نفسه 3 مرات، نلاقي ان المجموع هو الرقم الاصلي. تمام. يعني 153 دي لو جينا ضربنا 3 في نفسها 3 مرات، زائد 5 في نفسها 3 مرات، زائد 1 في نفسها 3 مرات، هيطلع لي 153، هو الرقم الاصلي، عشان كده هو ارمسترونج. تمام. طيب ازاي بقى نعملها في جاب؟ احنا هنا طبعا اول حاجه خالص بنطلب من اليوزر ان هو يدخل لنا رقم، تمام، انتجر، واحنا هنخزنه في فاريبل هنسميه نم. تمام. المفروض ان احنا هنحل المثال ده بدو وايل لوب. تمام. طيب احنا هنعمل ايه بالظبط؟ احنا خلونا نعمل رن علشان بس نبقى فاهمين الدنيا ماشيه ازاي، عشان احنا هنحل بمثال. تمام. علشان نطبق على الارقام اللي عندنا، مثلا احنا قلنا المثال بتاعنا ان 153 ارمسترونج، فخلونا نشتغل عليها ونطبق عليها المثال بتاعنا. طيب اول حاجه خزننا 153 في نم. طيب هنعمل لها نسخة تانية، خليها دلوقتي واحنا هنعرف لازمتها ايه كمان شوية. هندخل في الدو وايل لوب بتاعنا. احنا عندنا خزان نسمينه سم، نحط فيه صفر، المفروض ان احنا هنخزن فيه المجموع، لان احنا المفروض ان احنا بنجمع حاصل ضرب كل رقم في نفسه 3 مرات، فاحنا عايزين خزان يكون متخزن فيه صفر واحنا هنخزن فيه المجمع اللي احنا هنطلعها. فاول حاجة سم ايكوال سم بلس نم مود 10 في نم مود 10 في نم مود 10. طيب يعني ايه نم مود 10؟ 153 مود 10 لما بجيب رقم مود 10 بيطلع لي الرقم اللي في خانة الأحاد لوحده اللي هو 3. تمام. لو هو مود 100 بيطلع لي اخر رقمين اللي هما 53، ولو مود 1000 بيطلع لي 3 ارقام كلهم اللي هما 153. تمام. علشان اجيب التلاتة لوحدها هطلعها من الرقم، فبجيب المود 10 بتاعتها. ف 153 مود 10 هو كده القوس ده عبارة عن 3 دلوقتي، مضروب في نم مود 10 3 برضه، نم مود 10 يعني 3، يبقى كده 3 × 3 × 3، يبقى sum equal sum plus 3 × 3 × 3. وبعد كده هيقوم طبعا هو هيضربهم في بعض لو 27، فهيقوم مخزن في السم دلوقتي 27. تمام. يبقى كده السم دلوقتي موجود فيها 27 خلاص. طيب هنعمل دلوقتي الابديت بتاعنا. الابديت بتاعنا اللي هو نم على 10، 153 على 10 هتديني المفروض 15 وشوية كسور كده، وبما ان احنا بنتعامل مع انتجر المفروض ان النوم هنا معرفين على ان هي انتجر، ف 153 على 10 بدل ما تديني 15 وشوية كسور هي هتاخد الرقم الصحيح بس اللي هو 15، يعني كده النوم الجديدة بقى متخزن فيها 15، ده الابديت الجديد بتاعي.
طيب هرجع تاني اشوف المفروض ان الشرط هيتكسر اول لما النم تبقى بتساوي صفر، يعني احنا بنشتغل طول ما النم مش بتساوي صفر، وهنشوف ازاي هتوصل لصفر دلوقتي. تمام. طيب دلوقتي النم قلنا بخمستاشر، فهنرجع تاني ننفذ اللي جوه اللوب sum equal sum plus num mod 10، احنا قلنا النم بخمستاشر. طيب خمستاشر مود 10 كام؟ احنا قلنا ان بنجيب مود 10 الرقم بنطلع الخانة بتاعت الأحاد بتاعته اللي هي خمستاشر مود 10 يعني خمسة. تمام. في num mod 10 يعني خمستاشر مود 10 يعني خمسة، في خمسة كده، خمسة في خمسة في خمسة، وكان متخزن الأول تلاتة في تلاتة في تلاتة، فدول هيتجمعوا على دول، خمسة في خمسة في خمسة 125 هيتجمعوا على 27 اللي كانت موجودة اهي. تمام كده السم متخزن فيها 3 في 3 في 3 زي 5 في 5 في 5. طيب احنا ليه عملنا الابديت بتاعنا؟ لان احنا لو ما كناش عملنا الابديت وطلعنا تاني في اللوب كان هيبقى الرقم زي ما هو 153 مود 10 يعني 3 في 3 في 3، فهيتخزن تاني على 3 في 3 في 3 اللي كانت موجودة، فاحنا ما عملناش حاجة، احنا كده عايزين نعدي على الرقم اللي بعده اللي هو الخمسة. خلاص خلصنا الثلاثة ضربناها في نفسها 3 مرات، عايزين بقى نعدي على الخمسة. تمام. ونفس الفكرة برضه دلوقتي هنعدي على الواحد، num equal num على 10، num 15، 15 على 10 المفروض ان هي تديني واحد وشوية كسر كده، فالرقم صحيح بس يعني واحد، فالنم الجديد هيبقى بواحد، فهناخد الواحد ونطلع بيه في اللوب. طبعا كده الرقم لسه ما بقاش بيساوي صفر، فهنشوف sum equal sum plus num mod 10، واحد mod 10 بواحد. طبعا لما بيكون عندنا رقم صغير مود رقم كبير بيبقى الناتج هو الرقم الصغير، فواحد مود 10 واحد، في واحد مود 10 واحد، في واحد مود 10 واحد، يعني واحد في واحد في واحد، فكده هيتخزن في الصام واحد في واحد في واحد زائد التلاتة في تلاتة في تلاتة اللي كانت موجودة من الأول زائد الخمسة في خمسة في خمسة اللي جت بعد كده. تمام. فكده دلوقتي متخزن في الصام مجموع حاصل ضرب كل رقم في نفسه 3 مرات. هنيجي بعد كده نعمل الابديت الجديد بتاعنا، المفروض ان اخر حاجة وصلنا لها كانت النم بتساوي واحد، فهنشوف واحد على 10 المفروض ان هو هيديني صفر وواحد من 10، واحد من 10 يعني صفر صفر بوينت وان. طيب بما ان احنا بتاعنا انتجرز احنا مش بناخد اللي بعد العلامة، صفر بوينت وان هناخد اللي قبل العلامة بس يعني صفر، فكده النم بقت بصفر، فكده الشرط اتكسر. احنا دلوقتي صم متخزن فيها مجموعة حاصل ضرب التلات ارقام في بعض، فاحنا هننزل تحت نشوف لو المجموع اللي احنا خزناه هو الرقم الاصلي يبقى هتقولي اه الرقم ده ارمسترونج، لو مش هو يبقى هتقولي الرقم ده مش ارمسترونج. طيب ايه ان دي بقى ايه لازمتها؟ احنا لو كنا هنا عملنا نم، النم متخزن فيها كام دلوقتي؟ النم دلوقتي بصفر، احنا بعد ما عملنا اللوب عليها وكل الكلام ده النم وصلت لصفر، احنا خرجنا من اللوب لان النم بقت قيمتها صفر، فاحنا كده كاننا هنا بنقول له سام ايكوال ايكوال نم يعني سام ايكوال ايكوال صفر، فعلشان كده احنا عملنا نسخه تانية من النم اللي هي ان وخزننا فيها نفس اللي موجود في النم، ففي الوقت اللي النم وصلت فيه لصفر واتبهدلت وعملنا عليها اللوب الان سليمه زي ما هي ما فيش اي حاجه ومتخزن فيها نفس القيمه اللي احنا كنا مخزنينها في نم اللي هو الرقم الاصلي اللي هو 153، فهو كده هنا بيقارن المجموع اللي احنا وصلنا له بال 153. لو اه هي المجموع هو 153 هيبقى ارمسترونج، لو مش هو هيبقى نوت ارمسترونج، فعلشان هو ارمسترونج هو طبع هنا خلاص ان 153 ارمسترونج. لو جينا مثلا دخلنا اي رقم تاني مثلا 5-4 is not armstrong لان مجموع حاصل ضربة كل رقم في نفسه 3 مرات مش بيساوي الرقم الاصلي اللي هو 254. تمام. بس كده دي كانت اخر مسألة في الشيت، وده شيت 5، ولو في اي جزء مش واضح او مسألة مش واضحة قولنا في الكومنتس نعيدها تاني. وبس كده، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.